خادم كان طول عمره أمين بيحبوه المصريين، عاش على الأرض سنين وسنين، كان بيقول وبيصنع خير من صغره بيحب الله وحياته صدقات وصلاة، اللي بيحتاجه بيلقاه جنبه قوام من غير تأخير. سيرته هتفضل بالورا جيل، كان زي الأهالي الهندي أب وكان بيشيل نفع عينه، ده الخير للدنيا بحالها كل قلوب الناس حبها. دكتور ثروة كان إنسان مليان قلبه بخير وحنان، بيحبوه الناس علشان عمره ما سابهم في الأزمات، وبيخدم في هدوء وخفاء وحياته تضحية وعطاء، عاش على الأرض وكان مشتاق للملكوت والسماوية. سيرته هتفضل بالورا جيل، كان زي الأهالي الهندي حط وكان بيشيل نفع عينه، ده الخير للدنيا بحالها كل قلوب الناس حبها. وعشان غاليين احنا عليه، وعشان حب يسوع كان فيه، قرر يعمل لنا سيتي بي تبقى كنيسة بشكل قناة، بتقدم ترانيم وعظات قداس وعشية وصلوات، وبرامج هادفة وخدمات بتقربنا القلب الله. سيرته هتفضل بالورا جيل، كان زي الأهالي الهندي حط وكان بيشيل نفع عينه، ده الخير للدنيا بحالها كل قلوب الناس حبها. مين فينا هيقدر ينسى وهنفضل كلنا فاكرينه، ده حاجات حلوة كتير عملها طول عمره، رابح لنفوس قصته فيها عبر ودروس، كان بإيدين الله محروس وصفاته المحبوبة كتير، نجح في حياته العملية معروف بفضائله المسيحية ومواقفه ثابتة ووطنية، في قلوبنا سبب العالم.
يعيش في قلوبنا على طول. سرته هتفضل بالورابيل كان زي مهام الهند قط وكان بيشيلنا في عينه ده الحلول للدنيا حلها كل قلوب الناس حبها من فينا هيقدر ينسى وهنفضل كلنا فاكرينه بحاجات حلوة كتير عملها.